انتوا شرفتونا ونورتونا ومبسوطين جدا ان انتوا امبارح كان عندكم ماتش صعب جدا والنهارده كنتوا معانا في قناه الاهلي في بيتكم، ودي حاجه تسعد الجماهير كلها. بشكركم جدا ان كنتوا معانا، كابتن مودي كابتن الفريق وصانع الالعاب والساحر كابتن ايهاب امين طبعا. وعندنا بس حاجه كده بسيطه كادو كده نحتفل معاكم طبعا بالفوز بالبطوله الغاليه دي، وان شاء الله بطولات اغلى اكتر هتكون طبعا مش اخر مره نكون بنحتفل ان شاء الله، تكون بقى 2021 احنا بادئين اهو بدايه خير كده ان شاء الله وسعاده. وعايزه كده وانتوا بتقطعوا التورته كده تقولوا بقى كلمه للجماهير طبعا نادي الاهلي. لا طبعا يعني انا عايز اقول لهم بس ان احنا بنموت نفسنا عشانهم وان احنا بنلعب. قطع يا كابتن قطع وريه. قطع زي بقى اتفضل بالصوره يعني دي برضه بس كده اسيبها بقى كويس. بس احنا عايزين نقول لهم كده والله احنا بنموت نفسنا عشانهم وهم عندنا كل حاجه يعني، وان شاء الله باذن الله دي بدايه ان شاء الله العصر بطولات جديد في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله بشكركم جدا انك كنتوا معانا، وبشكر طبعا حضراتكم على المتابعه. الحمد لله ان احنا معانا ابطال السله، وان شاء الله انجازات اكتر الفتره اللي جايه. شكرا لحضراتكم.